السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في الفيديو دوت إحنا هنعمل موديلنج لترانزستور سيركت، يعني هنجيب ترانزستور NPN ونعمل ونخلي له الكاركترستكس اللي إحنا عايزينها، وبعدين نعمل له موديل ونستخدمه بعد كده كأي ترانزستور بنشتريه. يعني أدي الـ ADS، نفس الـ ADS زي ما إحنا عارفين. هنبدأ إن شاء الله نيو ورك سبيس، نيكست، أي إس مش هتفرق، فينش. هنفتح نيو سكيماتيك سيل واحد، ماشي مش مشاكل. زت اسف سكيماتيك او كنسل سيل واحد سكيماتيك. ادي النافذه بتاعتنا، عايزين نحط ترانزستور ديفايسز بي جي تي، هنحط بي جي تي ان بي ان. تمام. طبعا في حاجات كتير مش عايزينها، هنبدا دبل كليك. اللي عايزين نعرضه بس، اول حاجة هنلغي كل حاجة في العرض هنا، تك ابلاي، كل حاجة اختفت. دلوقتي عايزين بس نعرض ال 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 فين هنا، مش مشكلة دلوقتي. خلاص تمام كده، هنسيبها فاضية كده. وبعد كده هنضيف حاجة اسمها البي جي تي موديل. ده زي ما احنا شايفين في كلام كتير، بس احنا مش هنحتاج كل ده في الموديل بتاعنا. اول حاجه كومبوننت اوبشن كلير اول، اوكي ابلاي، مفيش اي حاجه معروضه. هنيجي بقى بالنسبه للاي اس والبي، وعايزين البيتا، وعايزين ال ايرلي فولتج في اي ار تقريبا. بالنسبة للـ ISE هتبقى 2 من 100 بيكو فارد، اللي هي E أس سالب 12. الـ VAF هنخليها 50، والبيتا فورورد هتبقى 100، لا خليها بيتا. وبعد كده display parameter وال VAF display parameter وال ISE display parameter apply okay. كده دي اول خطوة عملناها ان شاء الله. دلوقتي هنرسم هنجيب البارازيتكس اللي هي الكاباستنس والملفات اللي بتكون في الهاي فريكوانسي. لامبد كومبوننتس عادي جدا، هنيجي لل اندكتور، واحد هنا واحد هنا واحد هنا. مش عايزين موديلات هنا، لا عايزين كاباستورز عادية واندكتور. واحد هنا واحد هنا. نيجي هنا عند البورت، هنعمل بورت فوق، بورت هنا، بورت هنا، هنوصل. وصلنا كده، هنسمي اول اللي فوق ده هنسميه كوليكتور. اوكي دوت البيس. ودوت الاميتر. بالنسبة للقيم هنختار دوت 320 مايكرو، 320 بيكو فارد، قيمة صغيرة جدا. بيكو هنري، آسف. بالنسبة للكباستور يبقى 120 فيمتو. كده الموديل بتاعنا جاهز. دلوقتي عايزين نعمل شكل الموديل ده، مش كل شويه نرسم الشكل ده كله، لا هنعمل موديل. نيجي عند ويندو هنا وسيمبل، نعمله سيمبل انا اسف. اوكي نضغط اوكي، مش هتفرق، هو عمل لنا كده الموديل يعني باي وضعيه. اصلا طبعا مش هنستخدم الكلام الفاضي ده،
هنعمل له موديل زي ترانزستور بالظبط، انجينير سيمبل تقريبا. هنا هي دي القائمة اللي كانت ظاهرة في الأول بس احنا قفلناها وجبناها. هنيجي عند devices bgt و bgt nbn، هو ده اللي هنجيبه. apply زي ما احنا شايفين، ده بقى الشكل بتاعنا، ده اللي هيجيلنا على طول. بعد كده هنضغط apply و اوكي زي ما مظبوط كده. وبعدين هنا فايل design parameters، ده لما الكومبوننت يطلع اي كومبوننت تستخدمه يسميه كيو، يعني كيو واحد كيو اتنين مش اكس واحد اكس اتنين. هنا السيل بارامتر هنكتب البارامتر تايب بيتا، نضغط اد، الفاليو بتاعتها 100، ونكتب سيف SEL فايل. كده خلصنا الشغل هنا، هنضغط اوكي اكس هنا، اسف سيف طبعا لازم نعمل سيف. يس قفلناه. دلوقتي هنيجي بره عند البروجكت من الورك سبيس من بره، مش خلاص ضاف لنا السيمبل هنا، حتى نشوف دبل كليك جاب لنا السيمبل مظبوط كده. نعمل نيو سكيماتيك. ممكن استخدم تمبليت جاهزه، ممكن استخدمها من هنا نيو سكيماتيك اللي هي كيرف بي جي تي كيرف تريسر. اوكي جاب لنا كيرف تريسر، دي هترسم الكاركترستيك كيرفز بتاعت الترانزستور. هنيجي هنا اد لايبراري ورك سبيس. السيل واحد ديت هي تمام، السيل واحد ديت هي المفروض كنا سميناها اسم تاني، بس هي ديت الترانزستور بتاعنا. لو جبناها كده جاب لنا الترانزستور بتاعنا اهو، وعرض لنا البيتا بتاعتنا زي ما احنا عايزين. هنوصل ده هنا بده وده بده ودوت دوت اف 5 عشان نجيب ده على جنب كده. كويس نقدر نبدأ السيموليشن. زي ما احنا شايفين عمل لنا السيموليشن بتاعتنا، دي الكاركترستيك كيرفز زي ما احنا عارفين بتاعت البي جي تي. وكده كده خلصنا الخطوة ديت تمام الحمد لله. دلوقتي احنا خلصنا الجزء دوت فهنقفله سيف. ماشي مش مشاكل كلوز تمام كده. دلوقتي هنطلع بره برضو تاني ونعمل نيو سكيماتيك دون. دلوقتي احنا عايزين نرسم الكومبوننتس اللي احنا شفناها قبل كده اللي هي ديت لوحدنا تمام. ماشي هنيجي هنا عند sources time domain voltage dc، هنيجي هنا عند probe components ونجيب i probe اللي هو الاي سي اللي كان بتاعنا فوق ده. احنا كنا عايزين ايه كمان؟ عايزين current source dc برضه تمام. عند sources dc تاني sources time domain IDC زي ما احنا شايفين IDC تقريبا برضه frequency domain في IDC. ده برضه sources frequency domain هو delete. ماشي هنجيب IDC هنا من هنا مفيش مشاكل. ادي ال IDC بتاعتنا. ماشي هنسمي ده IC. نسمي ده IBB. انا اسف لا ده هنسمي ده الاي بي بي، مش كنت هنا اي بي بي مظبوط كده. خلي ده 3 فولت مثلا. بعد كده هنجيب سيموليشن دي سي، سيموليشن دي سي وهنا الدي سي هنا، ونضيف variable بالنسبة للسيموليشن دي سي. هنختار نعرض الستارت والستوب والستيب والسويب variable apply اوكي. هنا الفاريبل بتاعنا هو الاي بي بي،
هنا نكتب الاي بي بي ستارت 10 مايكرو امبير بعدين ستوب 100 مايكرو امبير ستيب 10 مايكرو امبير هنجيب الكومبوننت بتاعتنا سيل واحد ترانزستور اهو نوصل الجراوند بتاعتنا في 5 هنا كده وايرنج مظبوط كده كده نبدأ سيموليشن بسم الله اسف جدا تقريبا كده بسم الله مظبوط نيجي هنا عند التيبل احنا عايزين يعرض الاي بي بي الاي سي في مشكلة هنا هنستعملها نقفل تمام في حاجة سهلة نعملها هنضيف هنا نسمي ده في بي اي الانبوت هنا في بي اي في بي اي في بي اي نحطها هنا ونعمل سيميشن تاني والتيبل تاني مظبوط كده ال في بي اي والاي سي والاي بي بي اد اوكي زي ما احنا شايفين كده هو كده كده اصلا ضاف الاي بي بي لوحده اوتوماتيك عشان احنا عملنا سويب مش مشكله انا اهو هنشيل الاي بي هنا اوكي كده مظبوط هنعمل سويبنج والبارامترز مختلفه قدامنا زي ما احنا شايفين تمام كده الجزئيه ديت عايزين دلوقتي يعني نعمل سيركت فولتج ديفايدر بايس ونحسب قيم الارات عن طريق ان احنا ندخل ايكويشنز وهو اللي يحسبها لنا وعن طريق يعني بالكاركترستكس اللي احنا عايزينها يعني للدايره فدلوقتي هنقفل الجدول دوت نلغيه ونيجي نشوف الرسمه اللي احنا عايزين نعملها الاول ملحوظه بسيطه احنا كان ممكن يعني في الدايره ديت اللي احنا كنا عاملينها من باليتس هنا بالانسرت تمبليتس اللي هي بي تي كيرف تريسر هنا في الكيرف تريسر فوق بي تي كيرف تريسر هي دي يعني ممكن نجيبها ونلغي الحاجات اللي احنا مش محتاجينها منها ونسيب يعني مثلا كان نشيل في سي اي عشان مش محتاجينها وكده يعني بس تمام كنترول اي ديليت دلوقتي احنا عايزين نعمل دايرة فولتج ديفايدر بايس دلوقتي عايزين نحسب القيم المختلفة يعني مثلا هنعمل بايسنج معين ونحسب هندخل الـ ADS المعادلات وهو يحسب لنا قيم الأراد اما احنا كنا عايزين ديزاين معين طبعا يعني مثلا هنكون مثلا محتاجين وليكن عايزين نخلي ده مثلا نص الـ VCC اول حاجة عايزين نخلي الـ VCC 9 فولت بالنسبة لهنا هنخلي على الـ VCE نص 9 فولت 4.5 وهنا عايزين نخلي 1.2 مثلا كده 9 ناقص 4.5 ناقص 1.2 هيدينا 3.3 تمام يبقى كده نعرف نحسب اول حاجة نعرف المعادلات او المقاومات بالنسبة هندي الار اي مثلا يبقى احنا دلوقتي عرفنا الار اي هتساوي 1.2 على الاي سي دي الـ RE بالنسبة للـ RC اللي فوق IC نازل
ال ار سي هتساوي الفاضل بقى هنا 9 ناقص 4.5 اللي هي 3.3 آسف حاسبينها 3.3 على ال اي سي. ده بالنسبة لل RC وال RE. احنا عارفين في Voltage Divider ان لو سميناها ديت مثلا R1 مش هتعمل ايرور, خليها R underscore 1 سمي دي R2. عارفين في Voltage Divider ان من احد شروط البايسنج عشان نستخدم الابروكسيميشن ميثود, عارفين دوت ان البيتا البيتا في ال RE اكبر من او يساوي العشرة في الار 2 ديت, البيتا في الار اي اكبر من او يساوي العشرة الار 2 ديت. فدلوقتي عشان نجيب معادله نحسب بيها الار 2 هنخلي مثلا البيتا في الار اي بتساوي 20 ار 2, فبالتالي الار 2 يبقى معادلتها الار 2 هتساوي طبعا البيتا بتاعتنا في ال R E مقسومة على العشرين مثلا. دي كده معادلة ال R 2. ومن Voltage Divider أنا هعتبر إن مفيش لودنج بالدائرة ديت, أنا هنحسب Voltage Divider عادي جدا. من Voltage Divider هيبقى ال R 1 احنا عارفين طبعا, انا بعتذر طبعا, هنا ال ار ال ار ايميتر على 1.2 فولت, فبالتالي وعندنا ال في بي اي بيساوي 7.10, فبالتالي ال في بيس ديت هتبقى 1.9, فبالتالي يبقى عندنا الجهد اللي على الار 2 هنا 1.9. عن طريق فولتج ديفايدر نقدر نحسب الار 1 معادلتها هتطلع 6.9 على 1.9, يبقى الار 1 تجست هنا ال R1 هتساوي 3.6316 مضروبة طبعا في ال R2. للأسف مش شايفين هنا. تمام تمام كده. هنيجي دلوقتي عند هنيجي هنا في الـ في السيموليشن وهندخل المعادلات بتاعتنا equation. أول معادلة هي معادلة الـ RE, دي معادلة الـ RE. طبعا لو لونها اسود يبقى مظبوطه, لو لونها احمر يبقى فيه ايرور في المعادله, المعادله مش مظبوطه. نيجي عند الايكويشن الثانيه وادي الايكويشن الثانيه بتاعتنا ابلاي اوكي ار سي. الايكويشن اللي بعدها الار 2 البيتا بتاعتنا ب 100 في الار اي على 20 مظبوط كده. اخر معادله معانا معادله الار 1 اللي هي 6.9 في ار 2 على 1.9. كده نقدر نعمل تيبل ونعرض فيه الايكويشن بتاعتنا واد اوكي. كبرنا جدول شويه من تحت هنا. دلوقتي نقدر نختار قيمه الاي بي اللي احنا عايزينها والمقاومات المكافئه اللي هتجيب لنا القيمه اللي احنا عايزينها. ممكن كمان هنا نيجي نضيف الاي سي كمان اد كبارامتر مع الاي بي ونضغط اوكي هيعرض لنا كمان انا كده مظبوط كده.
كده نقدر نحسب كم المقاومات اللي احنا عايزينها. لو احنا مثلا عايزين الاي بي بتاعنا 3.9 مللي امبير، يبقى نختار ار قيمتها كذا وار سي قيمتها كذا ويعني والقيم ديت. فبالتالي ده بيساعد جدا في عملية ديزاين، بيسهل على الواحد. يعني ممكن تختار انت مثلا حبيت تغير الديزاين بتاعك، يعني مش كل شوية هتعمل ديزاين جديد، لا انت بتعرف في ثانية تعرف تقدر تجيب اللي انت عايزه. دلوقتي هنختار مثلا اخر قيمة عايزين نحسب نعمل ديزاين عليها. هنيجي مثلا عند R1، عند R1 ونكتب بين قوسين هنا 9. اوكي، نفس النظام هنا جاب لنا قيمة التسعة بتاعت، وهنا نفس النظام 9. اوكي، زي ما احنا شايفين كده حددنا القيمة اللي احنا عايزينها. واروح على الاسكيماتيك ونعدل القيم ونشوف الاي سي هل هو فعلا 7 ملي امبير ولا لا. دلوقتي احنا عدلنا القيم زي ما احنا عايزين، جينا عند 9 فولت. ودلوقتي ممكن نعمل في زي ما احنا شايفين هنا، بس في مشكلة. انا بعتذر جدا. هنعمل ان شاء الله سيموليشن دي سي هنا، نضغط سيموليت. مظبوط كده زي ما احنا شايفين هنا الاي سي بستة وتمنتاشر ملي امبير، 6.18. بالنسبة بقى اللي نشوف لهنا اللي احنا كنا جاي مطلعينه، المفروض الاي سي 6.18 يعني 7 6 ملي امبير، هنا 7 ملي امبير 6.10. اصلا ما كناش مختارين الكلام ده بالظبط، بس كويس جدا يعني كده، يعني حاجة كويسة جدا. دلوقتي الحمد لله عملنا ديت. عايزين دلوقتي نختبر التمبريتشر، يعني تأثير التمبريتشر سويب. التمبريتشر سويب نعمل يعني نشوف تأثير التمبريتشر على السيركت. على نفس الرسمة بتاعتنا هنيجي هنا ديت، عايزين نعمل سويب للتمبريتشر. عايزين تبدأ من سالب 55 ل 150. الستيب سايز ولتكن 5، ماشي تمام كده. نوت وديسبلاي الستارت والستوب والستيب والسويب فاريبل ابلاي. اوكي، نضغط سيموليت. هذا ما ينتنيش ده. نضغط هنا ده كده عايزين 3. تمام. قبل ما نعمل سيميليشن في حاجة نسينا نعملها برضو هنا، عايزين نسمي ال V يعني V collector وال V BE، والهم دول اللي عملهم يعني ما حددناش احنا هنعمل سويب بالايه مع temperature. يعني ال V BE وال V collector، V BE في كولكتور. مظبوط كده. نعمل سوليشن الفي اد. اوكي، ادي مظبوط كده. ده كده السويب بتاع ال في بي اي والفي سي مع زيادة درجة الحرارة. كل درجة الحرارة تزيد زي ما احنا شايفين ال V C B L. طبعا ده بيرجع لان ال IC بيعتمد اللي هو المعادلة بتاعت ال IS في اس في بي على ال VT، وال VT بتعتمد على درجة الحرارة. ده كان كل اللي موجود ان شاء الله. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.